طمن جماهير الاتحاد على الاتحاد واستعدادات الاتحاد. بالعكس اللهم لك الحمد، استعدادات عالية وتوفيق الله عز وجل إن شاء الله، ونسوي كل اللي علينا والباقي على الله عز وجل. حجازي حيكون جاهز للفتح ولا للهلال؟ إن شاء الله بإذن الله، وقت ما يعني هو الآن في مرحلة العلاج، مرحلة الاستجابة، وقت ما هذا يكون موجود زملاء اللاعبين في موجود، عندنا ثقة كبيرة في الفريق كامل، ونغاب عنصر إن شاء الله أخوان اللاعبين يغطونه. أستاذ أنمار بكل صراحة، خطاب لجنة الاحتراف الأخير بخصوص حمد الله، إيش ردكم عليه؟ ما في الآن هذه قضية منظورة، تعتبر نثق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ونثق في المؤسسة الرياضية، والآن هذه قضية منظورة ما سعد التحدث فيها، إذا كان في حق نادي النصر بياخذونه، كان في حق نادي الاتحاد صدقني بناخذه. جماهير الاتحاد تبغى الدوري إن شاء الله بإذن الله يا رب، دعواتهم إن شاء الله ومؤازرتهم ودعمهم لنا وبإذن الله نحققهم. أنمار قريب من اللاعبين، شاب متعايش مع اللاعبين، يقول حتى لعيب سألت عنه قالوا لعيب قدامنا لعيب، عشان كذا اختياراته كويسة في اللاعب الأجانب دائما. هذا هو لما يقول لك واحد يفقه في كرة القدم يكون اختياراته جيدة، يكون قراءاته جيدة، حتى تدخلاته على مستوى الإدارية وعلى المستوى الفنية تكون جيدة. حتى هو فريق عمل الأستاذ كعكي والأستاذ حامد البلوي، فريق عمل صنع فريق يحترم بصراحة على 3 سنوات الماضية، صنع فريق يحترم جدا.